ايه اللي انت قلته ده يا بابا؟ تاني احنا مش قلنا ملناش دعوه بالناس دول؟ انا قلت اللي انا مؤمن بيه يا جرجس. الناس اللي ضدك دول مش سهلين ولا يمكن هيسكتوا على الكلام اللي انت قلته ده. انت مش عارف قاعدين بيقولوا عليك ايه على النت؟ ايه هيعملوا ايه يعني؟ هيقتلوني؟ انت خاف على ابوك يا جرجس؟ ما تخافش، احنا في حماية ربنا. ايه الصوت ده؟ مش عارف، انا اول مره اسمع الصوت ده في العربيه. اجري يا بابا. يلا بينا. يلا. بقاء لله يا أخ محمود. الحمد لله على كل شيء. أنا الشيخ عمر سند، ده الشيخ خالد عبد الجبار. كان المرحوم أخوك بالنسبة لنا هو القائد والمعلم. الله يرحمه ويحسن إليه. ما عشان تجوز عليه الرحمة لازم تواصل الجهاد اللي بدأه الشيخ أسامة وتكمل كفاحه لنصرة الإسلام. أنت تقصد إيه؟ الشيخ أسامة كان أمير الجماعة وهو أوصالك بالإمارة من بعده. يا شيخ عمر، أنا راجل مؤمن وبعرف ربنا وبصلي فروض وبصوم، إنما ما أحبش يكون لي أي انتباه لك مع الدينية. ما تحبش؟ ده فرض عليك يا شيخ محمود، هي دي برضه فيها حب وما حبش. بعدين رفضك ده ممكن يحدث فتنه بين الاخوه في الجامعه، واحنا عايزين الاماره تنتقل بشكل سلمي من غير اي مشاكل. انا ما كنتش عضو في الجامعه اساسا عشان ابقى امرها، ولا ياما نصحت اخويا الله يرحمه، لما هو اختار طريقه ده ودي النتيجه. مالها النتيجه؟ هو في احسن من كده نتيجه؟ مات شهيد. سعيكم مشكور يا اخوانا. ربنا يعوض عليك يا محمود، انت راجل طيب، عمرك ما عملت حاجه وحشه في حد. تتهم مين يا شيخ محمود؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا يا فندم، احنا عارفين مين اللي عمل كده كويس. اتكلم يا بابا. اسكتي اسكتي يا فاطمه. يا فندم، احنا بقالنا شهر عايشين في الرعب ده. احنا مهددين، شوفوا لكم حل، احمونا. احكي لي ايه اللي حصل بالظبط يا شيخ محمود. نسافر، نسافر امريكا يا بولس. انا مش قادره اتملك اعصابي، ده لو عيل ضرب بومبا في الشارع بتجنن، لو عجله فرقعت بتفزع بموت. انا حاسه اني هتضرب بالنار في اي لحظه، اي صوت جنبي بيلبشني باسم الصليب. ايوه يا ويليام، نشكر الرب يا ويليام، انا كويس ما فيهاش حاجه، وجرجس كمان كويس ما حصلوش حاجة، ربنا حمينا يا ويليام. متشكر اخويا. ماما عندها حق يا بابا، احنا لازم نسيب البلد دلوقتي حالا وهنخلص من جانيت بنت ويليام شحاتة. عايزين تسيبوا مصر؟ العذراء ومعاها المسيح لما هربوا جم على مصر، قوم احنا نسيب مصر؟ مصر دي بلدي وطني، انا لو سبت يا بلدي اموت. ولو قعدنا فيها هنموت يا بولس. مش عرفك ان احنا هناك هنكون في امان؟ مش يمكن الخطر اللي احنا هربانين منه هنا نلاقيه اخطر هناك. بس مين؟ افتح يا استاذ بولس، انا لواء مختار سالم من امن الدوله.
اولا قرار السفر لامريكا ده قرار خاطئ، وفي التوقيت ده بالذات. انتوا كنتوا بتسمعونا؟ ومع ذلك لازم تختفوا لمدة 6-7 شهور في مكان امن تماما. نروح العراق وهو المشاكل هناك سنة وشيعة واحنا بره الليل. انتوا لازم تسيبوا البيت ودلوقتي حالا. نروح فين؟ لقينا لكم شقة بشكل مؤقت في المنيا. فين؟ طبعا يا استاذ بولس انت مش هتقعد في المنيا باسم بولس ولا بصفتك رجل دين. امال هقعد بصفتي ايه سيادتك؟ دلوقتي تعرف زمانهم بيطلعوا البطايق باساميكم الجديده واحنا دايما هنبقى على اتصال بيك. وده كان مستخبي لنا فين ده بس يا بولس؟ ما تخافيش يا ماتيلدا، احنا في حمايه الرب. مش مصلي مين سعادتك سيادتك في السياده اللي جاي دلوقتي؟ حسن عبد الحميد العطار. مين انت؟ اسمك حسن عبد الحميد العطار. انا بقول نسافر احسن يا ماتيلدا. والمدام اسمها زينات سليمان عبد العاطي. عبد العاطي واللي فندي حسموه ايه؟ عماد. عماد برضو تمشي كده وكده. انما اللعبه دي كلها علشان ايه؟ مش قادرين تحمونا؟ قولوا لنا، انا مستحيل اغير اسمي. ما حدش قال انك هتغير اي حاجه يا اخ بولس، دي فترة مؤقتة. انت شخصية معروفة واخفائك شيء صعب جدا، يعني لو رحت قعدت عند اي حد مسيحي اكيد هتنكشف. عشان كده احنا شفنا انه من الاسلم انك تقعد الكام شهر اللي جايين دول في بيت واحد مسلم في حاله لا يعرفك ولا تعرفه، ولو اتضايقت هناك احنا مسحبينك، احنا تملي معاك وجنبك، يعني الموقف تحت السيطرة. قال لي يا بلاد الشيخ حسن حاجة يسكن عندك، قلت له على راسي من فوق وما سابنيش طول الليل عمال يوصيني عليك. الظاهر حاج عمران بيعزك قوي يا شيخ حسن. حاج عمران مين؟ حاج عمران، حاج عمران مين؟ حاج عمران يا ابني. ما شاء الله ابنك ده يا شيخ حسن. ابني جرجس. عماد، عماد، عماد بولس ال عماد حسن العطار يا جرجس. عماد فلفل. عماد جرجس. يلا بينا، يلا بينا. اتفضل اتفضل. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده النور اللي هل علينا ده، نورت يا شيخ حسن. يا اهلا بيك وسهلا. الله يخليك يا شيخ بلال. الله يبارك فيك، يا اهلا وسهلا. طيب افوتك انا بقى على ما تشم نفسك وتغير هدمتك وعدي عليك عشان ننزل نصلي العصر في الجامع انا وانت وعماد. طيب عن اذنكم يا جماعه. هتروحوا الجامع يا بولس؟ انا مش رايح جوامع يا بابا، ويحصل اللي يحصل. الناس دول لو عرفوا ان احنا مسيحيين هيقطعونا حتت. اسمه الصليب. لا، ولو عرفوا ان اسمي جرجس كمان. اهدوا كده، ما تخافوش، احنا في حمايه ربنا. اسمه الصليب. مين؟ افتح يا شيخ حسن. دستور يا ساتر، لمؤاخذة يا شيخ حسن، حاجة كده يعني على مقاسه. الحاجة أم إسلام بتسلم على الحاجة أم عماد وهتيجي ترحب بيها كمان شوية. ملوش لزوم التعب ده كله يا شيخ بلال. إيه ده كلام برضه يا شيخ حسن؟ ده النبي وصى على 7 جار. يلا بينا عشان نحيي العصر. متوضي ولا هتوضى في المسجد يا عماد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو مال الجار اللي واقف إيه؟ لا ده عنده مروحة أصلاً. مروحة؟ أيوه. طب لا لز من الإيه؟ لا 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 لا, لا 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 أنا عارف أفواه أنا وأمه. طيب انا هروح اصلي العصر واجي اطمن عليه. سلام عليكم. مع السلامه يا شيخ بلال. مع السلامه.
قوم قوم يا جرجس، الراجل ماشي. قوم انت، هتفضل كل صلاه تجيلك المروحه دي؟ دول بيصلوا 5 مرات في اليوم غير التراويح.